غضتك من صاحبي من خويا دخل داري ودخلت الدار انا صار وكنت بالك كنت السر نتاعو انا عادل نعرفه بالقدا يا عادل الله غال ايش نقول بالك فما حاجه ما نجمش يقولها لك يا كيفاش يقولها لك انا بالك اداره القناه اللي يشتغل فيها قالوا له ما نجموش ممكن فوالا لا ممكن فوالا ما نحطش لوم على عادل الكل لا ممكن انا بالذات عادل في التاسعه هذا متاكد صار